السلام عليكم شباب، هذا فحل شتري وهاي طيرته بانتيز وهذا انتاجه 150,000 دينار سعر نهائي. طيرة والفحل والبنات، فحل شتري وطيرة بانتيز وفرخات الربع ذيل. اللي يرغبهن راح اخلي رقمي خلي يتواصل وياي. هلا شباب، شلونكم؟ عيني شو اخباركم اموركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك، يفعل الجرس، لايك 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 وتعليق، واشتركوا بالتيك توك. اليوم طبعا شويه الاجواء حلوه وهاي الشمس ما شاء الله وينها هاي الشمس، فحصة المستورد اليوم ففتحت الأجنبيات. طارن حطن طارن حطن طارن حطن وبعدين هاي ذا يشال عن قباكم ويحطن. ذاك أبو رجل هم نزل، شوفوا قام يمشي، اللي طير اللي هسه راويكم اياه، الشادة اللي طقت رجلها وديتها جبرتها من الولد ينطي الصحة والعافية، ما قصر وحتى ما اخذ حساب، ولد منها لو تشير جبرها للطير على حسب الاصول، رجعتها صورت لكم اياها اكثر من مره. مو اخر شيء خليتها بالخانه، فشفتها قامت تمشي بس بعد شويه يعني تعرج، بس الشمس متلوحه يعني بصوره صحيحه. فتحت اللزق مالتها مال الرجل والرماد وهالامور وفتحتها وهي الطيور. اول يوم شوية عانت بس سبحان الله هاي الشمس يعني لاحتها مرة مرتين، الطيارة تقريبا رجلها يبست وقامت تمشي طبيعي وعلى حسب الاصول. وشوية هسة عرجة بسيطة هسة لو كمان بس خلينا نزل نذني نقرب شوية. طبعا راح ارجع مرة اللخ اكرر العلاج مال الديدان شباب، فد 10 ايام بس اتأكد اليوم ان شاء الله اتأكد من صاحب العلاج. هذا الكورس مالته ينطي حباية وخلاص لو تكرار مرة اللخ، فراح احاول اعيده مرة اللخ اذا يحتاج اعادة. ننطي بعد حباية حباية. اليوم هو يمكن نزل لكم المقطع، قبل كم يوم نزل المقطع مال ديدان، اي قبل كم يوم نزل. فبعد يعني اتاكد اذا يحتاج بعد انطي بعد، اذا لا والله ما يحتاج بعد ان شاء الله خمس ست ايام الحمام كله راح انتفه جنح وديل على حسب الوصول حتى يطلع جنح جديد وديل جديد. هذا بخصوص الطيور مال السباق. الوجبة اللي خرجتها بيها مشطلات، شتري بعدها ما مشطل الكراس شتري، يعني مو ذيك الوجبة القوية اللي بقى منها، بقت منها يعني شمتك فيعني ما تفرغت لها. هاي بالنسبة للأجنبيات، خلي طبنا نفتح السوق بس خلي اراويكم البيو. هذا الفحل اللي انا صدته قبل فترة، شوفوا زوج هاي الطيرة بصفة، هاي الطيرة انا هم صايدها بس صايدها وين قبل بداية ما جبت البيض، لقيتها بالسطح ما طلع راحية قامت تنهزم وهي تطير وتجي. ابيهن بيضة هسه مثلا هنا الاخ هنا مبيض، بيضة واحدة شنو هاي بيضة واحدة عبالك فازده هاي البيضة، والله ما ادري شنو فازده هاي البيضة، هاي مو بيضة. المهم يعني ما اعرف هسه هذا اللي بيضين، هذا بعيني سود ما
مبيض وهذا زوج مبيض، هاي طيارة شبكة، هاي مبيضة. يعني هذا المربع مال البرج بزوج زوجين ثلاث أزواج أربعة أزواج مبيضات، هذا مبيض خمس أزواج مبيضة، هو بيب العشرة أزواج. هنا عندنا هذا البيضة والبيضة، هاي مبيضة، هنا ذني مبيضات، لا والله ما أخش، هاي مبيضة، هاي مبيضة، ذني مبيضات، هاي مبيضة، هاي مبيضة، هاي صورا، هاي مبيضة، هاي مبيضة، هاي العسلية هم زوجت، هاي مؤنسود هم بيضت. بس أنا شو تتوقع راح يصبن بيضا ينفردا فترة طويلة، قلت هسه كل راح يصبن بيض صبة زينة وطلع لنا حلق حلو من هنا خرجه. هذا الفحل أخوه طبعا تدرون الموضوع، راح روحة عجيبة بالنص، الطيور شيلها وطلع قبل مشكول، هذا الحد هسه هم مشكول بس زي يطير وياهن. عزلته ويا العسلية ويا هاي حتى يزوجها، شو مقتنع شو عافت زوجها ذاك الفحل، بعد هي قلبه ما يريد وما لنا علاقة، هاي انتهينا من يمهن. هاي البيض نجي على السود، هاي خبرني والله ما ادري، هاي السود مكان عشن الحد هسه ولا وحدة مبيضة، ولا وحدة مبيضة، بس حركات. وكل ما طير الطيور هذا الفحل ابو حلقتين زرق، بعد اكو فحل لا خم حلقتين زرق، هذا يمكن اصعد شوي، اصعد اصعد يا ولد، لا مو هذا فحل بحلقتين زرق، وين الثاني ما ادري، يمكن ذاك فوق، لا هذا بحلقتين الزرق، وهذا بحلقتين الزروب، وهاي الطيرة محلقة الخضرة وياخذنين واحد ويطلع عن قبل، هاي كل ما طير الطيور مع العلم. شوف هذا هو طيرته ولازمات خانة وامور طيبة، لكن لازم الحل بعد شو اسوي، والله ما ادري ما اعرف، بس الطيور ده طير حلو وادائها حلو، وقت بس الشكرية ثلاث طيور. خلي شيء ذبيه ناكل حتى نزل نفتح السود، افا حد يتفرج وناس يسوي لايك، خلي يسوي لايك. وين ابو رجل؟ والله ابو رجل، ابو رجل وينه؟ ما ادري وينه والله، ويا ذن المفروض ابو رجل، بس هو شويه قام يمشي طبيعي يعني، شباب اموره طيبه ان شاء الله. لكن هذا هي هذا ابو رجل، هذا بدي ياكل بقى، وهذا تمام، هذا هيات من خليته بالشمس يوم يومين، رجع شوية صار زين. هاي الشتريه حرامات يعني بالسباق ما يطببون الشتريات، ولا لو يطبوا بالسباق الشتري، هاي الطيارة ندخلها بسباق شهر الخامس، لا شي خيال يصير، طيارة خيالية اخذ بيها كاس 100%، اوقاتها كلش قوية يا شباب. هي وذني تياد اللي بقى فوق همين طيارة فحل ذني الفوق، اوقات حلوة، فحل ابو حلقة الصفرة وطيارة ابو حلقة الخضراء. يلا خلي نزلن هسه حتى نفتح السود، السود اول ما افتح حطيه قبل تصعد، فشوية مطيارة حلو صاير. بس انا اقول لكم بيها يمكن كم طيارة صابة بيض تبيض، ما اعرف، شوف هسه هاي الطيارة ذي شتي تبيض، فحلها ابو حلقة الزرقاء. طبعا لا انتظر صار 10 دقائق ربع ساعة ما طبل، انه بتشلبن إن هذا اللي طويرني، ما شايف ايش طويرني، فحل هاي يجي النوبة،
بيتك شو مدى ينزل ما أعرف يعني الجوعانات إن يعني أنا أعشي شيء بسيط. خلي أنتظر بالبلكي طب بدنا نفتح السوق. أي شباب طبعا بالقوة نزلن جوا ما أدري وعش يسوي لهم اللي طلع البقية. أهم فقرة هاي يوم رجل ما تطلع ذني بدن شيل الروح بالبداية قبل يصعد ذني نصين يصير طارن قبل أول ما أفتح الباب يطير. راحت تنحن ضربها شاهين. شوف هذا شاهين ضربها أول أحسن حتى تلم. شوية هي الطيور يعني بعدها لها مقماط او هيك امور بس كجنح تخبل الطيور خفيفة وبيها فصل صار حلو. شوف افتر الشاهين من وراهن ذاك جوه راح طبعا ربع عشر منطيهن فالطيور ما يتجوع. والله صراحة شباب ما دا اوكل يعني عشي كلش بسيط دا انطي ربعة الرائع. يعني عشا بسيط الطيور تبقى جوعانة اقدر اتحكم بيها من ارد احبسها من ارد هاي ما تتعب لي. وإنه ما جوه لا إنتاج لا فراخ لا هاي قيمة طيور جنحين ستعلى ما راح تروح من هاي سريع. هذا باقي فرخ تيجي فوق ذاك ما دي ينزل أقولكم شباب نقصني إشارة أنا صاح بيها يمكن ثلاثة بي يعني ذيلهم بي بياض بس يرادل اللي إشان أبيض سادة عمبر سيرة ذيل أزرق جوز هذا الطوير نطلع يمهن. هذا نزل الفرخ شو هذا يلعب لعب لو ملعب والله ما ادري لاني سود نادر ما تلقى به هني لعبا شباب والعلم ان رخوته وضواف سوء الطير الطويل يعني قليل يلعب. طير من تبقى قليلات تتونس عليها مطيارها يصير بارد تصعد تنزل من تصير كومة لا ما حلوة
شوف سدني باردات جناح البارد هذا سالم على قراية لو أشيل الراية لا يوقفن فوق البيت يعني يصير مطيرة أهدى هسه دا يروح اليمنى يسرها والجو بيها هوا فهم يشمرنا شوية وقعت الراية يلا وقعت الراية هسوي مسابقة على التيك توك شباب يعني اللي يسوي هذا الاكسبلور ما اعرف شو يسمونه ويصعد المقاطع انا باو اتابع من يسوي من ما يسوي يطلع يمي يعني اللي يسوي اكثر شيء ان شاء الله نربحه شوف كم واحد راح يسوون ناخذ اسمائهم ندخلها بقرعة نفوز العالم